بحمد ربي يبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مالي خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام أربعين أرسل للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنين تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، لطيبة ثم السيوف شرعت، سبعا وعشرين غزا بالنصرة، وموته في حد عشر الهجرة، أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة، سودة ثم عائش المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية، أم حبيبة ورملة هي، أم حبيبة ورملة هي، صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة.